الأزمات في لبنان لا تقتصر فقط على الخبز والمواد الغذائية المستوردة وما شابه، لا بل إن مواد البناء ارتفعت بشكل جنوني في الآونة الأخيرة رغم أن إنتاجها محلي. كيس التراب الواحد كان يبلغ سعره منذ شهرين تقريبا 8,000 ليرة لبنانية، أما اليوم فيباع ب85,000، أي مع ارتفاع يفوق 10 أضعاف. إنتاج التراب هو إنتاج لبناني محلي لا يتأثر بلعبة الدولار، فلما هذا الارتفاع؟ مصادر أكدت لصوت بيروت انترناشونال أن غلاء التراب لا علاقة له بالوضع الاقتصادي إطلاقا، بل هو بسبب مضايقات تتعرض لها شركات إنتاج التراب من قبل بعض السياسيين. وبعد السؤال عن هوية هؤلاء السياسيين كان الجواب جبران باسيل الحاضر دوما في كل الملفات. تقول عدة مصادر أن جبران باسيل يعرقل عمل هذه الشركات بغية الاستفادة بنسبة من الأرباح. هي الجهة نفسها اللي عم تعرق كل شيء بهالبلد، هي اللي معرقة لموضوع التراب. هذه المؤسسات اللي هي بتدعم الاقتصاد عم تتحارب من جهات سياسية هي معروفة اللي هي تابعة لجبران باسيل بشكل صريح وعلني. يعني هيدا الحزب عم يعرقل كل شيء، عم يحرض اهالي المنطقه على الشركه، عم يستعمل اساليب قانونيه كرمال يوقف بوش هيدي الصناعه، اكيد لاهداف يحصل على محاصصه او ياخذ حصه من مرابح. بعد كل الكوارث التي حلت على هذا البلد، ما زال سياسيوه يعملون لمصالحهم الخاصه على حساب شعبهم، وكما يقول المثل الشعبي ما بيرحموا ولا بيخلوا رحمة الله تنزل. غسان فران، صوت بيروت انترناشونال.